عشر جمعيات لأولياء الأمور من مناطق مختلفة بولاية البطحة تتلقى كل منها شيكا كبيرا في إطار برنامج الأنشطة المدرة للدخل. من خلال هذا الدعم المالي يهدف برنامج تحسين جودة التعليم الأساسي في تشاد البروكيم وفقا لرئيس فرعه بولاية البطحة محمد طاهر برهمي إلى تمكين وتعزيز قدرات جمعيات الآباء على إقامة أنشطة مدرة للدخل من أجل المساهمة في تعزيز تعليم الأطفال. لفتة رحب بها كل من رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء الأمور بالبطحة النور تجاه ومنسق منظمة في غير الحكومية محمد أبو قنشاري، إضافة إلى ممثل مندوب التربية الوطنية بالبطحة. باسم الوالي حث الأمين العام لولاية البطحة عبد العزيز مي محمد المستفيدين على الاستخدام الأمثل لهذه الأموال التي حصلوا عليها في دعم مؤسساتهم من حيث اقتناء مواد التدريس وصيانة المدارس وكذلك كفالة المعلمين.